تشتكي من ايه؟ اسالك سؤال واحد بس. دولة ليها برلمان وليها مؤسسات عسكرية ومؤسسات امنية خارجية وداخلية وليها 20 وزارة، حالها يبقى بالوضع دوت وبالشكل ده ازاي؟ بالله عليه، قبل ما يحصل انتخابات لرئيس الجمهورية كان عندنا سكر يكفينا وكان عندنا رز وكنا بنصدره. ايه اللي حصل؟ راح فين وجه منين؟ عايزين نفهم. نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فينا، ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال. بالله عليك قول لي ايه اللي حصل وايه الحل؟ الناس اللي فوق اللي رايحين يحتفلوا، لا مؤاخذه رايحين يحتفلوا جايبين 38 وفد يصرفوا عليهم 25 مليون جنيه، والمواطن الفقير مش لاقي كيلو الرز في الشارع. هل ده يرضي ربنا؟ ده ربنا يوم الايام هيجيب الناس يقول اين ملوك الارض وحكامها؟ لمن الملك اليوم؟ عشان الناس اللي مش لاقيه والناس التعبانه وطالعين في التلفزيون مصر بتنهض، مصر بتروح ومصر بتيجي، وعمالك نرمي الفلوس في مشاريع قوميه ملهاش لازمه، واحنا التعليم عندنا متدني لاسفل لاسفل مما تتخيل. ازاي يبقى عندي لا مؤاخذه بني ادم مش متعلم؟ خريج ايه؟ انا خريج توكتوك، سيبني بس اكمل. ازاي يبقى عندي لا مؤاخذه بني ادم مش متعلم وجعان وصحته تعبانه واديله عمل له مشاريع قوميه زي دي هيدخلني بيها في الحيطه؟ اول هام ثلاث حاجات عشان البلد تنهض: تعليم وصحه وزراعه. البلد دي لو المواطن لقى الثلاث حاجات دول اقسم لك بالله ما يقدر عليه غير ربنا. احنا من 100 سنه بس اليابان جت تدرس النهضه المصريه. حرام مصر يتعمل فيها كده، حرام مصر يتعمل فيها كده. بالله عليك دي مصر، دي مصر، دي مصر يا جدعان اللي كانت مسلفه بريطانيا تاني دوله في العالم، عملت خط سكه حديد. يبقى حالها كده؟ مصر اللي كان الاحتياطي النقدي بتاعها اخد اكبر احتياطي نقدي في العالم يوصل الحال بيها كده؟ مصر اللي كان تحت امرتها تشاد والسودان والسعوديه حبت دول من الخليج بيضحكوا علينا وبيتريقوا علينا بيقولوا احنا بصوا الادوار، ما بصوا لادوارنا ضد مصر، وبصوا احنا بنديكم وبنعملكم اللي كان تشريفا لينا من 70 سنه كسوه الكعبه بتطلع من مصر. هل ده يليق بمصر؟ هل ده يليق بمكانه مصر؟ مفيش حد قلبه على مصر ولا بيحب مصر يقول لا. حرام ما يرضيش ربنا شويه تجار ضحكوا على الناس بحجه الوطنيه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه وعهودهم بعيده كل البعد عن الديمقراطيه والعداله. حرام ده ما يرضيش ربنا، والله ما يرضي ربنا. بس ارجو منك انا هطلب منك كلمه واحده بالله عليك، ما تقطع حرف من اللي انا بقوله. هزعلك كل كلمة قلتها.